فرنسا وبنات فيكم خلق لكم بخير. طبعا يا شباب انا اليوم دخلت لعبة راس موبايل مشان اصور لكم فيديو. فحسب ما عم تشوفوا يعني الشات تبع الكلات كله شوتجن 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 شوتجن، وانا ما عندي خبر انه في تحديث. هذا التحديث اللي احنا هلا فيه تسوي مهمات معينة، يعني هي مهمات البيت اساسا، وبتاخد مسدس وشوتجن مجانا. فشو سويت؟ رحت سويت مهمة، والمهم المهمة كالآتي: تبني بيتك عادي وتصنع المسدس والكنزة والشروات تبعك كمان مثل ما انتم يعني متعلمين من زمان، وفي كم شغل إضافية بس ضايفين عليها. بعدين تصنع فرن، بعد ما تصنع فرن بعتقد تصنع طلقة شوتجن وحدة، بعدين تاخد شوتجن ومسدس كمان وخمسين طلقة كمان تاخد. فيا شباب انه السؤالي لكم انه هل يا ترى بتشوفوا هذا التحديث كويس، انه هيك اول ما تدخل السيرفر يكون معك شوتجن وعليه قفل وخمسين طلقة كمان وعليه قفل؟ هلا اوكي، بلكي في منكم انه البعض منكم يشوفه كويس، في عنده سلبيات وايجابيات. هلا اكبر سلبياته انه انا واحد مثلي مثلا او واحد مثلكم ماله خلق يفرم، يحب بس البي بي بي، فراح اضل انتحر 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 ادور على فايت، اروح الاقي واحد تاني معه شوتجن هو كمان نيكد وعنده بس الشوتجن اللي عنده القفل عليها. فخبروني رايكم اذا بتشوفوا هذا التحديث كويس ولا لا، لانه انا عن نفسي يعني ما فيني العب راس موبايل وهي على هيك نظام، عرفتوا شلون؟ فخبروني يعني بدي رايكم. وغير هيك يا شباب لا تقريبا خلص هذا كل شيء اليوم، بس هيك حبيت بس اجي اخذ رايكم مشان بعدين ما تقولوا والله علي ليش ما عم يصور لنا فيديو يعني بسبب هالنظام. وبعدين بس اشوف اراءكم كلها بتقول انه ايه والله علي عادي التحديث ما فيه شيء حلو ويعني فخامه، خلص راح اسمع كلمتكم وراح اسوي اللي انتم بدكم اياه واصور اليوتيوب ما عندي مشكله، بس بشرط انه اشوف رايكم بالاول.